شحال واحد صيفط لي هاد التصويره هادي اللي فيها باللي ملي كطابي في جوجل واحد اورو شحال داير بالدرهم كتلقى 18 وطابيتها وفعلا كتلقى 18 سور بلاس. صونيت على احد المسؤولين في السياسه الماليه في المغرب اللي كنت خدمت معاه شحال هادي في تحرير سعر الصرف، كنعاونني في لانه التكنيسيان معلم وعنده ريسبونسابيليتي. صراحه ملي قلت ليه ضحك، قال لي لا ما كاين والو هذا الشيء ما كاينش. وقال لي راه كنت كنصحابهم لونسا وتحرير سعر الصرف دازوا لي طاب الاخرى تعويم الدرهم ساعة، لا ما كاينش تعويم الدرهم، باقي المرحله حنا الثانيه ديال تعويم الدرهم. دروك هذا غلط، غيكون غلط في جوجل، لانه طابيت من بعد في هذاك السيت اخر اكسشينجر لقيت باللي لا الثمن باقي هو هو. فعلى حسب المسؤول اللي انا كنثق فيه قال لي هادشي تخربيقه وبالدليل وشرح لي وكذا كلشي. دونك لا خوف لا خوف،